Definition of ethics. الأخلاق دي مبادئ عن الصح والغلط اللي الفرد هيعملها ومستمدة من agents يعني المصادر زي الأهل والدين والأسرة هي اللي بتوجه الشخص للصح أو الغلط. ونظم المعلومات لما دخلت خلتنا بنفكر بطرق أخلاقية جديدة وعملت تغير اجتماعي حاد. The relationship between ethical, social and political issues in an information society. The new information technology has a ripple effect. المجتمع كان calm وجت ال information technology زي الصخرة عملت شوية تموجات عملت هزة في المجتمع اللي كان calm فحصل ripples. المجتمع اتغير ال information technology جت غيرت في شكل المجتمع والمجتمع هياخد وقت كبير عقبال ما يتأقلم. والعلاقات دي لها خمس أبعاد أخلاقية منها Information rights and obligations, property rights and obligations, accountability and control, system quality and quality of life. هنتكلم عن ال 4K technology trends. أول حاجة الـ computing power. الشركات والأفراد بقوا بيعتمدوا على جهاز الكمبيوتر ضعف الاعتماد بنسبة 100% كل 18 شهر الضعف ده بيزيد. تاني حاجة التقدم في تقنيات الداتا ستوراج. دلوقتي احنا بقى تقنية تخزين المعلومات دلوقتي عندنا الدرايف والكلاود. تالت حاجة التقدم في جمع وتحليلها. دلوقتي أنا جبت معلومات كبيرة أو كمية كبيرة بس محصنة دي بنسميها دوسرز. فجالي أبليكيشن مهم قوي اسمه نورا. لو عايز أعمل ربط بين العلاقات الخفية وده أصلا موجود في المطارات أو المواني لربط العلاقات الخفية بتاع الأشخاص. رابع حاجة وأخيرا التطور في مجال النتوركينج أو الربط الشبكي سهلت قوي نقل البيانات بأقل تكلفة. Dimensions applicable to case. So, this is the خمس أقسام. Number one, information rights and obligation. Privacy and freedom in the internet age. So, this is the حاجتين. Privacy and fair information practices. Number two, property rights and obligation. Intellectual property. So, this is الملكية. So, this is the ثلاث أنواع. النوع الأول trade secret. أسرار تجارية. تاني حاجة copyrights. So, this is النشر. تالت حاجة patents. So, this is براءة الاختراع. وفي Challenges to Intellectual Property Rights Digital Minimum Copyrights Acts ودي تاني حاجة معنا تالت حاجة معنا Accountability, Liability and Control ودي المشاكل المسؤولة المتعلقة بالحاسوب إذا فشل البرنامج فمن المسؤول إذا تم اعتباره جزءا من الجهاز الذي يضر أو يلحق الضرر فقد يكون منتج البرنامج ومشغله مسؤولين رابع حاجة معنا System Quality Data Quality and System Errors وده السؤال اللي لازم نسأله للتكنولوجيا ايه المستوى اللي احنا محتاجينه من التكنولوجيا وايه جودة النظام ده ودي بتقسم حاجتين حاجة تانية الحاجة التانية ان احنا صعب نعمل برنامج او نظام خالي من العيوب وده بسبب ثلاث حاجات Software Bugs and Errors Hardware Facility Failures Poor Input Data Quality خامس حاجة ودي اخر حاجة معانا في Dimensions Quality of Life Equity Access and Boundaries ودي ان التكنولوجيا سهلت وطورت من حياتنا وبقت المنظمات والاشخاص بيتقارنوا بسرعه استجابتهم الى التكنولوجيا شكرا